ضيفنا اليوم من العيار الثقيل، أنا بالنسبة لي من أحسن اللاعبين اللي مروا على كرة القدم الجزائرية. مرحبا بك الشيخ جمال منت. الله يسلمك يا عمار، وأنا فخور بك في هذا الجديد وفي المهنة هذه اللي راك تمارس فيها. دير الزد قبل الاستقلال، الله يبارك فيك. يعني الحاجة اللي نتذكرها وكان في عمري عامين، وهذه الذاكرة قعدت لي هنا في ذهني وفي راسي. يعني يوم الاستقلال 5 جويلية 1962، كنت في البيض، والعجوزي ما الله يرحمها لبست لي عامين في عمري، لبست لي نتذكر مليح، لبست لي ثوب يعني تاع الحرير هذاك اخضر ومع الشاشيه هكذا بالنجمه وهلال، وخرجنا للزنقه وانا صغير هكذا. يعني سبحان الله كيف الذاكره اللي تبقى لك. كرون جوار من صغره عنده ما دار لي بتيبون في الحومه، والله عرفت من بعد نزل لي بتيبون، ماشي غير هو روما كان لارو. هدف اللي نتذكرو، هدف اللي نتذكرو مع فاماليكاو، مع فاماليكاو، مي دوماج ما عندناش صور. يعني ضد سالقيروس، سالقيروس هادو كنا نلعبو السقوط، ولو كان خسرنا هذاك الماتش كنا نسقطو. الحمد لله جات مخالفه حكمتها اون دور دي 18 متر في الكوان منا كاع واحد 3 متر هكذا تدير، يعني لا ديستونس طويله. اي با خديت قرار، خديت الاخر، قلت لازم نفتيه اون فورس منين راه في الغارديان. اي با عطيتو رشقتو في ما رحت وين كنت وين يسكن الشيطان. رحت لتماك، قلت له روحي لتماك، روحي لتماك. هذه هذه ما صارش ولا يروح. نقول لك فريزي ذكرى مليحة هذه، ذكريات مليحة. وي يعني الذكرى هذه سيتي الدرني ماتش كونتر شلف دي اون 95 96، دينا شامبيونا لا ميور ايكيب. هذيك هذه جامبو جيت سي لا ميور ايكيب دو تو لي تون افري جامبو جيت. وي شيخ، افضل مباراة تاعك كونتر جوليس بيركر مشوارك مع شباب القبائل. لا يلا هذا خرج فكره واحده ايجاليزاسيون. انا اتذكر شفت مقابله وي على بالك بها سي سير الوقت نوار خرج لك كاع واش كاين والله غير وانت اونكيتور تاع الصح راك سي سير شيخ لازم راك انسبكتور كلوزو